أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الثلاثاء بحي ليسسفا على مستوى عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء على وضع الحجر الأساس لمركز طبي للقرب مؤسسة محمد الخامس للتضامن وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الوحدات الطبية المتنقلة مؤسسة محمد الخامس للتضامن. ويجسد هذان المشروعان الالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز العرض الصحي الوطني وتحسين جودة الخدمات الطبية لفائدة المواطنين وتعزيز عرض العلاجات لفائدة الفئات في وضعية هشة وتشجيع ولوج السكان لا سيما المنحدرين من العالم القروي إلى العلاجات الطبية الأساسية للقرب وذات الجودة وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية فحوصات متخصصة. ويشكل المركز الطبي للقرب مؤسسة محمد الخامس للتضامن لسسفا الذي خصص له استثمار قدره 90 مليون درهم والذي يعد الثالث من نوعه على مستوى جهة الدار البيضاء ستات بعد المشروعين المنجزين بمقاطعة سيدي مومن والمدينة الجديدة الرحمة جزءا من مخطط عمل شامل تنفذه المؤسسة يروم دعم القطاع الصحي الوطني وتعزيز عرض العلاجات على مستوى المناطق الحضرية ذات كثافة سكانية مرتفعة. وسيمكن المركز الجديد باعتباره منشأة وسيطة بين شبكة مؤسسات العلاجات الطبية الأساسية وشبكة المستشفيات والذي سيستفيد منه نحو 60,000 شخص في السنة. سيمكن من تخفيف الضغط الحاصل على المؤسسات الاستشفائية الموجودة بالمنطقة وكذا تجنيب معاناة التنقل نحو بنيات صحية أخرى. وسيتم إنجاز المركز الطبي للقرب مؤسسة محمد الخامس للتضامن في أجل 24 شهرا على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 11,170 متر مربع، 7,692 متر مربع منها مغطات. سيشتمل على وحدات للفحوص الخارجية والاختبارات الوظيفية والترويض الوظيفي وعلاجات الفم والأسنان والمستعجلات الطبية للقرب، كما سيحتوي على وحدات للعلاجات الصحية الأولية والتصوير الطبي والولادة والتعقيم وجناح للعمليات الجراحية وعلى مختبر للتحليلات الطبية وقطب للاستشفاء وصيدلية ومطبخ. ويندرج هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطار برنامج شامل تنفذه المؤسسة يروم إنجاز 12 مركزا طبيا للقرب. ويتعلق الأمر بثلاث مراكز بالدار البيضاء واثنان بفاس واثنان بطنجة ومركز واحد بكل من أكادير ومراكش والرباط وسلا وتمارا. وبهذه المناسبة قدمت لجلالة الملك شروحات حول نظام المعلومات الاستشفائية وهو آلية رقمية مندمجة وضعتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ترتكز على مفهوم ملف المريض الذي يشمل مجموعة بياناته سواء البيانات الإدارية والملف الطبي وملف العلاجات. وتمكن هذه الآلية المتوفرة في مؤسسات العلاجات الأولية كما في المؤسسات الاستشفائية والتي تشكل إحدى دعامات مراجعة النظام الصحي الوطني مهنية الصحة من الولوج بطريقة آمنة إلى المعطيات الطبية للمريض في أي لحظة بغية تسريع التكفل الطبي وتحسين الفعالية. ومن جهته يهدف برنامج الوحدات الطبية مؤسسة محمد الخامس للتضامن الذي أطلقه جلالة الملك مرحلته الثانية اليوم الثلاثاء يهدف إلى تحسين ولوج سكينة العالم القروي للخدمات الصحية ويمثل نموذجا جديدا للتدخل الطبي يزاوج بين توفير العلاج عن قرب والتطبيب عن بعد. وبهذه المناسبة تابع جلالة الملك نصره الله محاكاة لعملية خبرة طبية عن بعد أمنها بشكل مشترك طبيب عام انطلاقا من الوحدة الطبية وأطباء متخصصون على مستوى المنصة المركزية
المركزية للتطبيب عن بعد بالدار البيضاء، ومكنت 50 وحدة صحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد التي تم تعميمها في إطار المرحلة الأولى وإلى غاية 25 من شهر مارس الجاري من تقديم 119,532 خدمة طبية لفائدة 104,041 شخصا، 65% منهم نساء، واستفاد 96,753 منهم من استشارات طبية وتلقوا علاجات عامة، فيما تمت الاستعانة بالخبرة الطبية عن بعد بالنسبة ل 11,989 حالة في مختلف التخصصات المتوفرة. وسلم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بهذه المناسبة بشكل رمزي 3 سيارات إسعاف و5 سيارات نفعية هبة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن لممثلين عن الجماعات الترابية لأداسيل وتلاتن يعقوب وتيزين تيست المتضررة من زلزال الحوز في 8 شتنبر و5 جمعيات. ويتعلق الأمر بهبة عبارة عن 46 سيارة لفائدة جماعات ترابية وجمعيات وتعاونية من جميع جهات المملكة.